شكري عبد الرحيم المنسق ديال اتحاد النقابات المهنيه بالمغرب. يعني كشتي المطالب ديال الخبازه بمدينه المحمديه، يعني ماراثون من الحوارات مع السلطات، وكما قالوا لنا لا اذان صاغيه بشويه محمديه وبالعماله. هاد الناس من الوجه الحقيقي ديال المدينه انهم تيقدموا خدمات جليله للسكينه، وهاد الناس ماشي اذن صاغيه، لا 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 حياه الا من تنادي، لا حياه الا من تنادي. وهاد الناس هادو ماشي سموا عنا، سدوا عنا البيبان وقال لك لا حوار مع ناس ديال الموقف، قال لك انتم ماشي خبازه، انتم ماشي معطرين، انتم ماشي مقنين. وهاد الناس تيخلصوا طبعا انتم بوثائقكم الوثائق ديالنا بكم، وعندنا تنخلصوا ضرائب، وعندنا جدول ديال المتطلبات، دفعناه العماله، دفعناه البشويه، قال لك حنا ما معترفينش بكم معنى الكلمه، قال لك انتم زمعاك ناس جيتوا لهاد المهنه طفلتوا عليها ودرتوا اللي بغيتوا في اطار عشوائي. يعني تقريبا كي كتشوف المحلات العشوائيه واش يعني كثار بمدينه المحمديه؟ لا ماشي كثار، ولكن واش المحل العشوائي اللي تتخسر عليه 14 مليون و15 مليون على غيكون عشوائي؟ العشوائي هو اللي تيكون مبني بالعود وبالقصدير. هاد الناس تا هما راه تحت ديور تحت موبلات، ولكن هما التقنيين اللي ما بغاوهمش يتقنوا، علاش؟ باش يبقى الحكومه دير ما بغات. شكرا على الكلمه ديالك.